مجد، شو مانك ناوي تروح على عيد ميلاد لي؟ مو رايح على محل، ما جاي على بالي شوف حدا، رح ضلني بالبيت. بس هدول شباب قدك، معقول ما تروح تحضر الحفلة معهم؟ ما بقدر اتحمل جولين ورفقاتها، ما عم انسجم معهم ابدا، كلهم تافهين. طيب مثل ما بدك. كأنه نتأخروا كتير مو هيك؟ شو هاد اللي لابستي؟ أهلا إقبال، نورتينا، أهلا وسهلا، تفضلي. أهلا وسهلا إقبال خانو. ما تبلى الأناقة، هاي النسوان الراكزة. تسلم حبيب قلبي. شو؟ شايف بكري مو معي؟ مثل ما بتعرف شغله ما بيخلص. أكيد عنده شي حالة خطرة وما بده يتركها لحدا. إيه تفضلي، ليش واقفة؟ عم تشربي؟ تشربي معي؟ اف عن جد رح طق، سميح لسه ما اجا، معقولة ما يجي؟ لين، الأحسن ما تشربي، يعني مشان ما تخبصي بعدين. كيف يعني؟ صراحة مبينة نوايا سميح. اسمعيني، إذا من هلا أعطيتيه اللي بده إياه، أكيد رح تضلي ندمانة طول عمري. خلصنا بقى، سارة مثل أمي. هي إحسان إجا. إحسان، مرحبا. أهلين، كيفكن؟ اشتقت لك. وأنا كمان. الأمورة اللي عيد ميلادها اليوم كيفها؟ ماني شايفة سميح معك. مزبوط، اتصلت فيه بس ما رد علي. في القائمة يا ديموزيلي، من طولي. فستانك كتير حلو. عجب، ما بعرف شو بيساعد، عجب كتير كتير لعبة. لو فينا نحضر الفيلم. فيلم شو يا أستاذ؟ أو يا مؤلف الأفلام العاطفية؟ تفضل. المشكلة حاسس حالي عم مثل الفيلم مهمة مستحيلة تبع توم كروز. شو لتكون غيرت رأيك؟ يلا. ما حدا حيطلع من هالبيت غيرك. ما حدا حيطلع من البيت كرفك. لكن انت شو فكرة؟ احنا نمامين. عفوا، وين؟ ايه صحيح، شو دخلها؟ ما دام مو عاجبك الحديث ليش واقف معنا؟ ايه مو مسيرة بقى. يعني اذا ما نمامين على شو ما نحكي؟ كون شي على النكت يا انتو، شلون رايحين اليوم المساء؟ لا شو انت اجيت؟ عفوا، لا تواخذني، شبهتك لواحد رفيقي. عن زاد اعتبريني هو. شكلهم فرسوا. ليك ليك، طلع عليها حبته. يمكن مسكر موبايله. لا تشغلي بالك إقبال، بيكون مشغول، بعد شوي بيجي. مجد حبيبي، انت ليش ما بدك تروح على حفلة لين؟ حاسس حالي تعبان شوي. ايه مجد، انا كمان حاببتك تروح على الحفلة، على القليلة مشان أوس. ليش؟ تعرف قديش أوس خجول وما بيقدر ياخد وش على الناس ببساطة. لو سمحت يا مجد خليك جنبه الليلة، بعدين أوس كتير بيسمع كلامك، خليه يتفتح شوي، يعني بلكي بتخليه يختلط مع البنات. وهيك ما بيضطر يبقى مع الضيفة اللي عنا. أليس موجودة بالحفلة؟ ايه يمكن. إذا هيك هلأ فيني روح. خاطركن. الله معك. ايه شو رأيكن نقوم؟ بكري بيلحقنا على المطعم بس يخلص. لوين؟ الحقيقة زينة حبيت إنه نطلع ونتعشى اليوم برا. عن جد ما في ضرورة، ليكنا قاعدين ومبسوطين.
ولو يا اقبال، مو كل يوم بيصح لنا نطلع نحن وعيله اتبايع العشاء. الله يسامحك، لنكون صرنا من عيله السلطان عبد الحميد وما لنا خبر. ما فيكي تتهربي لانه جلال حجز لنا بمطعم كتير ظريف. يلا رح يعجبك كتير. ايه انا فهمت عليك، بس مو معقول هاي القصه. لين حاجتك شرب، حلي عني بانا مو ناقصتك. من الصبح وانت عم تشربي، خلصنا. اوس شو عم تساوي؟ تعال هون. قديش قلت لك لازم تكوني تقيلة شوي. خلص ركيني بحالي تمام. اوس احسان رح اضلكم قاعدين هيك، قوموا نقطع قالب الجاتو، خلينا ننبسط. يلا قوم جيبه. لا كثير فستان يا شباب، يا ريت الكل يجتمع حوالين الطاوله، بدنا لين تطفي الشمع. يلا ويلا قوموا. يلا 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 يا شباب شو رايي؟ ما بدكم تغنوا لي؟ واحد اثنين ثلاثه. سنة حلوه يا لين، سنة حلوه يا لين، سنة حلوه سنة حلوه سنة حلوه يا لين. كل سنة وانت سالمة. يلا ناولونا الهدايا يا شباب، يلا بدنا نشوفهم. يلا هاتوا الهدايا، بتطير الحال. تمام اول شيء يلا لروح اعطيها الهدية واخلص بقى. انا طالعة شمي شوية هواء، اصلا ما جبت الهدية. جبت الهدية كتير حلوة هلا بتشوفيها. لا هديتي لسه احلى مليون مرة. شو الهدية هلا؟ لا والله هديتي احلى. عن جد هديتي احسان اكيد احلى. ذوقك كتير حلو وشيك يا زينة. هذا من ذوقك إقبال حبيبي جلال هدانية. صوري بيضل بيهديني من غير مناسبة. عن إذنكم لحظة. من شوي كنتي عم تحكي عن وحدة عندكم، وأنا من فترة شفتها ببيتكم. مين هي هالبنت؟ بنت واحد من رفقات بكري ومضطرة تبقى عنا فترة. وشو هالرفيق اللي بده يخلي بنته عندكم؟ بجوز يكون وضعه صعب. جلال إذا بيجيب لعنا على البيت واحدة غريبة أنا ما بعرف شي عنا، والله بخرب الدنيا على راسه. بسيطة، بس أنتي لازم تديري بالك شوي. أبدا لا تخافي، بعرف منيح شو لازم ساوي. لا تزعلي مني، أنا جبت سيرة الموضوع لأني حسيتك متضايقة وما في داعي للتعصيب. بكري تأخر كتير. كيف الطقس عندك؟ مجد تماما مثل ما توقعت، تكوني لوحدك بالجنينة. قلت أوس ما رح ينبسط بهيك جو، مشان هيك جيت لعنده. رح فوت ناديره لكان. خليك، شو رأيك نقعد هون؟ ممكن؟ كم نجمة طلعوا معي؟ بحبهم كتير وصايرة عم حبهم زيادة هالأيام. ليه؟ لأنه بهالوقت بتكون ماما عم تطلع عليهم. السما هي المكان الوحيد اللي منتقسمه كلياتنا. صحيح، كل البشر بيطلعوا بالسما. بدي منك تختاري نجمة. هديك. طيب من اليوم هي صار اسمها أليس. مريم نشكر الله انك فقتي. أليس وينك يا عمري؟ مريم بكري، أليس قاعدة عندك بالبيت ولا سكنت برا؟ لا عندي، مو وعدتك خليها بالبيت وما اتخلى عنها؟
أقنعت ترجع. وهلأ يا جماعة إجا دور هديتي. يلا خلصيني بقى بلا غلاستك، حاجة تشوقيني. تا 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 تا. كل سنة وأنتي سالمة يا رب. وأنتي سالمة. ما عم صدق. لك أنتي شو جايبة؟ ما معقولة شو حلوة. خليني لبسك ياها. ورجيني ياها. واو شو هالحلو. أكيد دفعتي مصاري كتير. ايه طبعا رفيقتي غالية وبالبال الغالي. شكرا حبيبتي. بانا سميح اجا، رجليه عم يرجفوا. شوفيني شو رح ساوي فيه. تعرفي رح روح اعطيه هدية كتير حلوة. استني شوي لين. فكرتك ما رح تجي. معقولة روح على حالي هيك ليلة؟ ايه والله معك حق، عيد ميلادي مستحيل واحد مثلك يروحوا عليه، ما هيك؟ بلا. امي جبتلك معي اقدامة سخنة من اللي بتحبيها. والله لما شفتها ما قدرت قاوم، كتير سخنة مالحة ومحمصة ريحتها طيبة. امي ليش قاعدة بدون ضو؟ شوفي صاير لك شي؟ ما في شي، بس موجوعة شوي من راسي. انتي متضايقة مشان المصاري اللي ما قدرنا نأمنهم؟ مو هيك، بس اليوم عملت هالصندوق لرفيقة بانا. يا حبيبة قلبي والله هاد شغل معلم عن جد كتير حلو. ايه شو صار؟ بانا راحت ونسيت تاخده؟ ما عجبها، بس لو شفتيها قديش ضحكت علي وشعراتها ما طلعوا حلوين. حاولت ساوي لياهو. يعني هالبنت كأنه ما في شي عم يعجبها، اكيد صاير لعقلة شي. سونيا لا تقولي هيك على اختك، ما بيصير تضلك عم تدافعي عنا. بنوش من وين اشتريت يا الساعة؟ جاي لعندي مشان الساعة بس؟ والله فكرتك حسيت بغلطك لأنك من أول السهرة تاركني لحالي. إحسان بي يعني فيك تقولي حجة لحتى أحكي معي؟ أنا كتير مبسطة هلأ، بس تخلص الحفل سرجيك. واو شو هالطوق الحلو هاد؟ هي بيسموها حجرة حظ القوس، صحيح ما أنا كلاس بس أنا بحبها. شكلها من عند حدا مهم. هاد برجي؟ ايه برجي. قلك شغلة، الكل بيقول إنه المرة القوس حنونة ورومانسية كتير. عجب؟ وشو بيقولوا عنا كمان؟ ما رح قلك، بكرة بس تتعرف علي أكيد تعرف شو يعني المرة القوس. أنا برجي جوزاء وبكرة بعيد ميلادي، بدك تجيبي لي هدية مهمة. أي موافقة، بعرف كتير منيح أهدي العالم. أنا المرة القوس لا تنسى. يعني فينا بكرة ناخد رقم السجل؟ أكيد. قلتي له للدكتور بكري إنك رح تنتقلي على السكن؟ قلت له بس ما خلاني اطلع. منيح اللي لقيتك، كنت عم دور عليك. مساء الخير أوس بيك. هلا مو وقت سلاماتك مجد. أليس أنا مو معقول قديشني واحد غبي. ليش أوس شو صار؟ لأنه عطيت الرسالة. أليس بتوقع إنه معجب بإحسان لأنه ضلت طول الوقت معه، وهلا لازم أرجع الرسالة. لك أي رسالة هاي؟ بعدين بقلك. قلي لي هلأ شو لازم أعمل؟ طول بالك أنت شوي وكل شي بينحل. أهلا وسهلا، تفضل. يعطيك العافية. أهلا وسهلا، تفضلوا قعدوهم. عن إذنكم شوي. مساء الخير. مصطفى. في كتير ناس ما بيحبوا الصدف، بس أنا كتير بحب الصدف اللي بتخليني التقي بأختي الحلوة. أما إني التقي بتنتين بيطيروا العقل، هذا الشي مو بسهولة بقدر بتحمله. ما
الظاهر مانك لحالك. ايه عندي عشاء عمل. مرحبا مصطفى. اهلين جلال. يلا بلا ما اتاخر على الجماعه، شوفكم بعدين. مع السلامه مصطفى. بكري، انا صار لي من الصبح عم بدق لك، ليش ما رديت؟ كان عندي شغل كتير، هلا رايح على البيت مشان لين. اي ضروري لازم تشوفها لانها زعلانه، وبس تخلص انا وجلال ومرته عم نتعشى بمطعم فينيسيا. ماشي. بكري بده يمر على البيت شوي وبعدين يجي. شوي بدي اقول لك كلمه. لحظه شوي. شوفي مثل ما فهمتك، انتبهي على حالك منيح لانك شربانه. هالدرس حافظته. نعم. ألو بابا، هذا أنت؟ إيه بابا، مين رح يكون غيري يعني؟ أنت كيفك بابا؟ من كم يوم حلمت فيه؟ تركينا من أحلامك هلأ. بابا شوفي، أنت ليش عم تعيط علي؟ عم عيط لأنكم ما دفعتوا أجرة البيت. بس بابا، هذا طاهر أفندي كتير عم يزودها، الظاهر أنه فاضي وما عنده شغلة غيرنا، بس أنا دفعت له الأجرة. إمتى دفعتيها؟ بعدين ليش تأخرتي؟ يعني بعد هالعمر بدكم تطولي راسي قدام الناس؟ الله يوفقك بابا، لا تعصب. ما مريت على البنك لأنه خالي لطيف اليوم كانت تعبانة. أصحك تعيديه مرة تانية. ها والله إذا عملتوها مرة تانية لأدبحكم دبح. بتأمر بابا بتأمر، بوعدك ما عيدها. ضيفهم على حسابي. بس حسابك صار كتير يا سيد جلال. أنا زبونكم يا رجل، معقول تتعاملوا معي بهالطريقة؟ جلال شو عم يعمل هوني؟ بتعرفي جلال كتير معروف بالبلد، بيكون عم يحكي بالشغل. خود هدول والباقي بدفعهم بعدين. بس يا بيك حطن على حسابي. صاير معك شي مشكلة؟ لا لا ما في شي، كان في غلط صغير بالفاتورة. يعني ما رح يجي بكري؟ لا ما رح يجي. ايه معناها منشوفه بالبيت. نمشي؟ ايه تفضل. ما في داعي للتوتر، ولا تنسي انك معي مشان هيك حسي بالامان. طيب ماشي، شوفوا انت بكون احسن. اذا مانك مرتاحه ببيته تركيهم، مين راح يجبرك؟ ايه معك حق. شوفي كمان مشغول بالي على أوس مشان الرسالة، لأنه أنا اللي أقنعته يحطها. صب الله مو جع بالي. ها إجا الدكتور بكري. مرحبا دكتور. أهلين مجد، كيفك؟ أهلين. شو مبسوطين؟ يعني قولي على هالوردة شفتي ساوي هلا؟ كيف حفلتكم؟ منيحة. لين وينا؟ بجوز تكون بغرفتها. ماشي رح أطلع أشوفها. مرحبا مو بكري. اهلين بانا، كيف الصحة؟ منيح، انت كيفك؟ والله تمام، يعني ما رحت على العشاء. بالاول بدي عايد لين بعدين. معناها رح اطلع نادي لمن فوق. شكرا بانا، انا بطلع لعندك. يلا لين ردي على التليفون، ردي على التليفون.